ايه هي طبيعة الستات في مكونها العاطفي، وايه طبيعة الرجالة في نظرتهم وتعاملهم في الجانب العاطفي، بيفكروا ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله الفتح المبين للجميع امين والتيسير يا رب. للجميع إن شاء الله. أختي الكريمة، كما قلت، وليس الذكر كالأنثى، لكن هذه ليست شاملة. يعني هناك أشياء تتفق المرأة والرجل معها في نفس النقاط، ولكن في تفاوت في هذه الأمور. نجد المرأة عندها قوة، ولكن قوة الرجل أكبر. نجد العاطفة عند الرجل، ولكن العاطفة عند المرأة أكبر. فهناك في نقاط مشتركة، لكن هناك تفاوت في النسب عند الرجل وعند المرأة. بالنسبة للناحية التي سنتكلم عليها، الانجذاب إلى الآخر، هل يختلف من الرجل إلى المرأة؟ طبعا يختلف. الرجل من عدة نقاط يتأثر بهذه الناحية. أولا، عمله الخارج، دائما عمله في الخارج، اختلاطه، يتعرض للنظر وللاختلاط أكثر من المرأة. كون المرأة تجلس في البيت أو تقضي أكثر أوقاتها في البيت، طبعا بعيدا عن هذا الوقت الآن، لكن أتكلم بشكل عام. نعم. أيضا الذي يجذب الرجل الألوان والرائحة، الصوت الجميل. يعني قد تكون المرأة ليست جميلة أبدا، ولكن بأسلوب أو بكلمة أو بضحكة قد تثيره. لكن المرأة لا تخضعن بالقول. نعم. ولكن المرأة تختلف تماما، يؤثر فيها فقط الكلام الجميل الذي يلفت انتباهها، ومن بعد الالتفات ربما تتمادى مع هذا الأمر. فسبحان الله، نحن نعيش في حالة من الجهل بأنفسنا أولا، لذلك لا نستطيع أن نضبط أنفسنا ذكورا وإناثا. مجتمعات في التربية، نحن لا نعلم أولادنا كيف يتحكمون بأنفسهم ذكورا وإناثا، كيف يضبطون أنفسهم ذكورا وإناثا. نحن نعيش كمسلمين، لكن مع الأسف بعيدين جدا عن تربية الإسلام. هذه الأمور، كيف نعلم الولد يجب أن ينام، غسل أسنانه، لبس بيجامته، أن ينام في وقت، أن يستيقظ، أن يدرس. يجب أن نعلمه أيضا أن يغض الطرف، ويجب أن نعلم الفتاة أن تغض طرفها وأن لا تستقبل مثل هذه الإغراءات، سواء للشباب أو للبنات. الآن كناحية فيزيولوجية، طبعا الله سبحانه وتعالى بيّن هذا الأمر تماما بشكل واضح في سورة النور. أنا لا أريد أن أتعرض لشيء آخر، لأن أصدق الحديث كتاب الله، والله تعالى يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. في سورة النور، طبعا نحن لو قرأنا سورة النور من أولها إلى آخرها، هي سورة متميزة عن جميع السور. في سورة النور الله سبحانه وتعالى يتعرض تعرض واضح وصريح لموضوع النظر، وإلى ما يؤدي إليه من حفظ الفرج، ولا سمح الله إن لم يحفظ النظر سيقع الزنا، وتكلمنا كثيرا. أريد أن ألفت الانتباه إلى نقطتين. عندما تكلم عن حد الزنا، ابتدأ بالزانية، قال: الزانية والزاني. بينما في غض البصر أمر الرجل ثم أتبع الأنثى. لماذا؟ لأن أولا وآخرا الرجل ربما يرى، تمام، فيتأثر، يقول، يفعل، لكن المرأة إن لم تعطه المجال، إن لم يعني تظهر له ما يثير نظره، لو تحجبت، لو تأدبت، لو مشت في أمر الله سبحانه وتعالى، ولو هو تعرض لها، إن لم تعطيه المجال لن يكون هذا الأمر. تمام؟ إن لم تعطيه أذنه، وكما قالت أختنا: ولا تخضعن بالقول.